هذا الوزير وين ما يسافر يقول فقط في الإمارات أدخل أجتمع برئيس تنفيذي وأطلع من عند وزير. أنا حد الآن اليوم عندي كتب في السايكولوجي وأخبر عندي أم خالد أنا ذات قاعد بدرس سايكولوجي من أول وجديد، لو مرة في الأسبوع أوصل عيالي ساعات إذا صادف رحلة عمل يذكروني وصلني مرتين هالأسبوع عوضنا وأحاول أعوضهم. لفت وانتبه على الله يرحمه كان الشيخ راشد بن محمد معه وشيخ سمو الشيخ حمدان بن محمد كانوا صغار وقتها، قال لهم أباكم تكونون أحسن عن أحمد. سؤال محرج. ما توقعته، ليش ما خبرتيني؟